اهلا بكم مره ثانيه. طبعا احنا كلامنا مع حضراتكم مستمر وبشكل يومي عن منافسات النادي الاهلي القاريه وكمان الاستعدادات الخاصه بماتش السوبر، الماتش المرتقب والمتوقع ان شاء الله انه اكيد هيكون ماتش قوي جدا. النهارده هنتكلم مع حضراتكم في الفقره دي تحديدا عن كل هذه التفاصيل مع ضيفنا العزيز اللي منورنا الاستاذ عبد الحكيم ابو عالم الناقد الرياضي. يا صباح الفل على حضرتك واهلا بيك منورنا. اهلا وسهلا بيكم. صباح الهنا، وعارفين ان حضرتك يعني صاحي بدري مخصوص عشاننا. يعني استاذ عبد الحكيم مش من الناس اللي هم يتقال عليهم مورنينج بيبل خالص. لا خالص. انا عارف. بس منورنا حقيقي، ده شرف ليا طبعا. وسعداء ان كمان توقيت مهم جدا وعندنا ماتشات مهمه وعندنا كلام مهم وماتش السوبر اكيد وقرارات امبارح لجنه الاستئناف. تحب نبدا من امتى يعني، او من امتى ازاي منين؟ انا معاكم، خلينا في الفريق اصلا اللي طبعا المفروض دلوقتي الفريق خلاص اوكي اتحرك للامارات بسلامه الله باذن الله. فنبدا بال خلينا نبدا من هنا، نبدا بالكوره ما نبداش بالمشاكل. خلاص يلا بينا. يعني بس المشاكل فرضه نفسها فرضه نفسها واحنا بنجيب حاجه من عندنا. بص يا كريم، هو الوضع الاساسي بقى شو يعني، انت عباره عن انك بتعمل شو اصلا. قصه بقى انك تقول لي مش عارف مين واصلا موضوع كهرباء ده اصلا الشو ده مفيد في ايه؟ مفيد لصاحبه عايز يوجد يعني نفس دور، ممكن إيه؟ عايز يوجد نفس دور. لكن لما تيجي تتكلم يعني مثلا امبارح بالليل كلنا يمكن شفنا طبعا، يقول لك اصل الاهلي لجأ للقضاء المدني. هو حضرتك قبل ما تتكلم، ودي مشكله عندنا في مصر، مفيش حد بيدور على المعلومه يجيب المعلومه الصح. طب حضرتك جبت المعلومه الصح، الاهلي لجأ للقضاء المدني ضد اتحاد الكوره، فهنروح نشتكيه بره ويقول لا ما حصلش. الاهلي النص اللي راح للقضاء الاداري مشتكي قرار وزير الرياضه مش اتحاد الكوره. فلائحة النظام الاساسي تمنع فعلا انك تروح، لكن الاهلي مذكرته مقدمه بالقضاء الاداري بالطالب وزير الرياضه بايقاف قرار اتحاد الكوره للوزير مش اتحاد الكوره. فاحنا دلوقتي حتى انك بتحاول تبين، طب ما تروح تشتكي يعني، قول روح اشتكي كده وقول الاهلي ما لغاش القضاء المدني ضد اتحاد الكوره وما عملهاش في تاريخه. يعني الاهلي ما عملهاش في تاريخه ان يعمل كده، لان الاهلي عارف كويس جدا بيقعد في لجنه قانونيه وفي مجلس اداره وفي ناس بتقعد تدرس الموضوع ايام عشان تاخد قرار، لدرجه ان في بعض الناس يقول لك الاهلي بياخد وقت عشان ياخد قرار. ما هو الاهلي بياخد وقت ليه؟ عشان ما يطلع قرار يكون قرار صح. فالناس بتاخد شو؟ عايز تعمل شو لنفسها؟ لكن الحقيقه طب ما النادي الاهلي ممكن، هل ممكن الاهلي يقول لك انسحب؟ طب هو مش ده بيبقى شيء حزين لما يبقى صاحب الشو ده، لو افترضنا ان في نيه شو، لما يكون الكيان صاحب الشو اكبر بكتير من الشو نفسه. جدا. بص احنا مش في قناه الاهلي، في كيانات كبيره جدا ما ينفعش الرياضه تستقيم من غيرها. النادي الاهلي طبعا احد يعني اهم اقطاب الرياضه، وفي اقطاب موجوده في مصر ما ينفعش ان انت حتى لو انت كنادي اهلي ما ينفعش تقول دول مش موجودين، ولو دول مش موجودين الرياضه هيبقى وضعها سيء، لان النادي الاهلي لازم يكون معاه منافسين حتى لو اقوياء، عشان ده بيولد حوافز جديده، بيولد دوافع جديده طبعا. بيولد خطط، بيخليك طبعا تقعد تشتغل تمام. يعني انت لو عندك مثلا زي السنه اللي عدت او السنه اللي قبلها كان الهاند بول عندنا في النادي الامور ما كانتش افضل حاجه. ايه اللي خلاك ابتديت تشتغل وتقعد؟ ان انت كان في منافس ليك او اتنين منافسين بينافسوك بقوه وبيكسب منك بطوله وانت تكسب منه بطوله، ابتديت تقعد تشتغل. قعد الوزير العام فوران رئيس النادي المهندس خالد مرتجى وشكلت لجنه، ومع الكابتن خالد العوض عملت لجنه وعملت شغل وبتاع، وابتديت تحط هيكل وجبت مدرب كويس جدا مصنف ديفيد ديفيز، وابتديت تشتغل السنه دي واخد الثنائيه. لو ما فيش منافسه، لو ما فيش الاقطاب الثانيه، ما كنتش هتبقى موجود، مش هتقعد تشتغل. مش هتقعد تشتغل صحيح. فده المنطق. الاماكن اللي انت بتمثلها لازم تبقى تعي قيمه الكرسي اللي انت بتقعد عليه، لازم تبقى عارف ان انت مش بتمثل شخص. يعني انا كعبد الحكيم انا موجود مثلا، لو انا رئيس نادي انا مش بمسك عبد الحكيم كشخص، لازم اكون فاهم الحته دي. نادي الزمالك، نادي الاسماعيلي، نادي المصري، نادي الاتحاد، انديه كبيره جدا لها شعبيه وجماهيريه، لازم تعي ان انت خلفك، مش هقول لك يا سيدي زي الناس بتتكلم 2 3 مليون، لازم تعرف الحته دي. 2 3 مليون مستنيين منك الكلام اللي هتقوله وهيمشي على هذا الاساس. ده في ناس وحضرتكم ادرى مني طبعا، جماهير النادي الاهلي عندها مبدا، عندها مثلا تقتدي بالنادي، يقول لك في اسس ومبادئ. تلاقي الواحد مثلا في حياته بيشتغل على حاجه رول معين بياخده من النادي بيشتغل عليه، فانت الناس بتبص لك حتى في نمط حياتها، بتاخد منك من الكيان في نمط الحياه. ما ينفعش ان انت تبقى ده المثال والنموذج اللي تقدمه للشاب الصغير. انا بتفق مع حضرتك جدا طبعا. طيب خلينا نروح نقيم شويه كده او نطمن، مش هنقيم الفريق محليا، نتكلم افريقيا بعد تحديدا كمان ماتش الهلال اللي يعني بعض وصفه ان هو عنق الزجاجه، يعني زي ما بيتقال كده كان مشاكل. فبتشوف ازاي برضو تحليلك او تقييمك؟ انا تقييمي ان الله يكون في عون الجهاز الفني. يعني بصراحه النادي الاهلي والفريق الاهلي هو الفريق الوحيد في مصر اللي بينافس في 4 أو 5 بطولات في توقيت واحد. يعني الدوري المحلي، كاس مصر النسخه القديمه اللي كسبها على حساب بيراميدز،
كاس مصر النسخه الجديده اللي هو لسه القرعه بتاعتها كانت امبارح مع منتخب السويس، عندك دخله سوبر وكان في سوبر قبل كده اللي الاهلي كسبه في الامارات على حساب الزمالك، عندك دوري ابطال افريقيا وكنت كاس العالم للانديه، ست بطولات بتشتغل فيهم جهاز الفني في توقيت واحد، والمفروض منك ان انت تركز وتحضر والنهارده وتفوز طبعا وضغط ولو منهم بطولات بيبقى النادي الاهلي هو الممثل الوحيد لكره القدم المصريه. طبعا وخد بالك برضو في نقطه يمكن احنا مش يعني عشان بس قريبين من المشهد فاكيد نعرفها، لكن مثلا الجماهير ما تعرفهاش، انت كمدير فني المطلوب انك تجهز لعيبتك وتوجد دوافع ليهم بشكل يومي بشكل يومي. يعني النهارده مثلا انت اول امبارح كنت بتجهز لعيبتك لمواجهه الرجاء المغربي، منافس معين بطبيعه معينه بجماهير معينه، النهارده بقى تاني يوم على طول اقلب الصفحه خلاص انا تاهلت نصف نهائي بس اقلب هستعد للزمالك، اقلب بعد ما اخلص الزمالك ب 48 ساعه ودي حته لازم 48 ساعه هتكلم على حرس الحدود في الدوري المحلي، حرس الحدود اخلص بالليل بعد الماتش هسافر على تونس، كل ده بتجهز لعبتك. شوف الوقت طبعا انت بتجهز محاضرات جهاز فني بيشتغل وبتجهز لعبتك وتيوم كل ده، مش ممكن يبقى بالنسبه لناس معينه يقول لك ايه المشكله ما الناس بتاخد مثلا كذا ولا دي شغلتها، لا ده ضغط نفسي وعصب واعداد وخطط وبتاع وجهاز اداري بيشتغل، جهاز اداري كبير جدا، شوف كام سفريه بنتكلم فيهم في 10 ايام صح. كل ده شغل يعني ممكن الناس تاخده على اساس ان ما هو الناس دي بتاخد طبعا بتاخد فلوس بس ده ارهاق وذهني وشغل شغل جامد جدا مع فريقه ومع لعيبه. فالنادي الاهلي الله يكون في عون كولر والجهاز المعاون بتاعه ولاعيبه النادي الاهلي طبعا، لان انت بتتكلم على ان انت بتخوض مباراه كل 3 ايام او كل 4 ايام. الفريق اللي انت رايح تلعبه في السوبر اخر ماتش لعبه امتى؟ من اسبوع. انت جاي من رحله في المغرب مع منافس قوي جدا، ما هو مش اي حد بيتاهل لدور الثمانيه في دوري ابطال افريقيا ده اكيد طبعا. شوف هو النادي الاهلي مثلا اللي هو الممثل الوحيد في مصر اللي بقى له سنين بيتاهل مثلا ويوصل سنوات، لكن في مين في مصر موجود اخر ست نسخ في دور في نصف النهائي؟ مفيش غير في مصر غير الاهلي. فكون الرجاء تاهل فانت بتلعب منافس قوي جدا، جاي من الرجاء هتلعب الزمالك ثم هتلعب الحرس ثم هتروح للترجي، كل دي منافسات قويه جدا والنادي الاهلي بيشتغل في كل البطولات. بس ده معاد كل موسم برضو يعني، واستاذ عبد الحكيم وقصه ما فيهاش حل، يعني احنا كل موسم بيجي بنقول ضغط والتوتر الموجود والجدول الموجود ويعني قصه برضو متكرره، واعتقد الموسم الجاي هيبقى كده برضو بهذا الشكل. هل ده مشكله الاهلي ان هو بيفوز تقريبا او بيشارك في كل البطولات، ولا المشكله ان لا لازم يكون في حل اكتر من كده؟ الاهلي بيدفع ضريبه، ضريبه تفوقه وضريبه نجاحه، محدش مختلف على كده، بس بقى لنا سنين بنتكلم في جزئيه ما تهندل انديه الدوري وتاخد بشكل تدريجي ان انت من 18 نادي ل 16 لحد ما توصلهم 14. احنا في حاجات كانت سبب تفوقنا من 2006 ل 2010 من ضمنها ان انديه الدوري كانت 16 فريق بتقلل عدد مباريات البتاع دي، لان انت اللعيبه دي نفسها الاهلي دلوقتي مثلا هيبتدي يلعب كل 3 ايام ماتش، الاهلي هو القوام الاساسي للمنتخب الاول، في شهر 6 عندك اجنده دوليه، اللعيبه دي هتروح للمنتخب الاول ازاي؟ خلصانه بدنيا صحيح. صحيح طبعا منطقي يعني صحيح. سيبك يا سيدي اعتبرنا انك النادي واللي هم الجزء الاكبر منهم هم القوام الرئيسي اصلا، القوام الرئيسي المنتخب الاول ده خد عندك المنتخب الاولمبي هيلعب بطوله ام افريقيا تحت 23 في نهايه شهر 5 المؤهله لاولمبياد باريس، المجموعه دي الاهلي متاخد منه كام؟ 6 لعيبه وعندك حتى 4 المعارين بره، انت بتتكلم في 9 لعيبه من المنتخب الاولمبي اللي هيلعب بطوله ام افريقيا تحت 23 سنه من النادي الاهلي في نهايه 5، اللعيبه دي هتروح للراجل ميكالي ازاي؟ هتروح له خلصانين ازاي بدنيا وفنيا؟ سيبك من التاثير على الاهلي يا سيدي، اعتبرنا احنا مش نادي مصري زي ما انتوا عايزين تمشون، يعني انت كمنتخب مش ده كل شغلك عشان تجهز للمنتخبات؟ طبعا. طيب انت اللعيبه دي هتروح للمنتخب ازاي؟ هتروح لهم مستهلكين بدنيا وفنيا وخلصانين، ما هو كل ده بيأثر على المنتخب. هو الناس فاكره بس يمكن الناس عشان مش بحب نصدم كابتن ايهاب جلال لما مسك المنتخب، افتكر بس ارجع للصوره هتلاقي كان نص اللعيبه رايحه له مصابه، كابتن محمد صلاح ما جاش كان عنده ظروف كان مصاب، فالراجل خسر. ما هو ده المنتخب، انت ضغطت الاهلي لعبت كل 72 ساعه فراحت للمنتخب خسر من اثيوبيا وتعادل الماتش الثاني، فده الواقع اللي انت قدامك ان انت وديت له اللعيبه بالشكل ده. صحيح. طب ما ده يرجعنا برضه لنفس السؤال اللي سالته بقول لك نهاوند من شويه، طب والحل ايه؟ لان الحل. الموضوع مستمر وباقي على ما هو عليه، لا. واللي بيدفع ثمن ده وبيدفع ضريبه ده المنتخب وعشاقه بطبيعه الحال. الحل ان يبقى عندك قرارات جريئه. احنا استبشرنا خير برابطه الانديه على اساس ان اتحاد الكره مهما كان حصل هو في الاول وفي الاخر بيدار من خلال جمعيه عموميه، فبيراعي حته الجمعيه العموميه شويه، مش هقول لك مش هقلص عدد فرق في الدوري واقلص، فبالتالي عشان برضو انتخابات وعايزين، لكن الرابطه دي بتتم انتخابها من انديه الدوري بس، المفروض الرابطه تشتغل على هذا الاساس ان تاخد
ده الحل الوحيد على فكره، مفيش اي حلول تانية في الموضوع غير انك تقلل عدد انديه الدوري، فبالتالي بتقلل عدد المباريات او عدد الاسابيع، فبالتالي بتدي ليميت معين. انت السنه دي بتلعب 2 كاس مصر في سنه واحده، 2 سوبر في سنه واحده، فانهي مكان الكلام ده؟ صحيح، مش موجود غير في مصر بس. فانت لازم تقلص عدد انديه الدوري من 18 تدريجيا، سنه تعملها 16 بتنزل عدد اقل يهبط تحت دوري الدرجه الثانيه، وتطلع 4 انديه، تمشي كده لحد ما توصل 4. لو وصلت 14 هتبقى اجمالي مباريات اللي هياخدها الفريق 26 مباراه بدل 34، 8 اسابيع، ال 8 اسابيع دول لو عملت فاصل 4 ايام ب 32 يوم. انت وفرت 32 يوم، تخيل 32 يوم تدي 15 و16 يوم راحه للعيب، و16 راحه تديهم معسكرات للمنتخبات يجهزوا للماتشات اللي بعدها. ده الحل الوحيد قدامك، غير كده انت مش هتستقيم الامور. لو قعدت سنين هتفضل تعيش في نفس الدوام ضغط المباريات، لان النادي الاهلي بيشتغل على اساس على طول انه هيكون موجود في دوري الابطال باذن الله، عايز يروح كاس عالم، عايز يعمل ليميت بطولات معين، فهو شغال عنده تارجت. انا مش مشكلتي ان باقي الانديه ما يعني طموحاتهم دور المجموعات، ده مش مشكلتنا. وفي ناس عملت ميزانيه 2 مليار و3 مليار جنيه وفي الاخر الرصيد صفر. فالاهلي هيفضل في الخانه دي وهو المضار الوحيد في الكره المصريه لحد ما تستقيم الامور والناس تفكر ان انت تنزل بعدد انديه الدوري الممتاز دوري الدرجه الاولى ل 14 فريق او 16، خلينا مرحله ولا 16. طب لو اتكلمنا عن ماتش بقى الاهلي والترجي، طبعا هو هيبقى يوم 12 او 13، هو امبارح كان الصحافه التونسيه بالليل اتكلموا ان الماتش هم يختاروا يوم 13، وفي الغالب 13 كل الانديه تقريبا في الغالب كل الانديه بمفهوم الاهلي على فكره بيختار تملي اخر يوم في الاجنده اللي بيحطها لك الكاس. تمام، يعني هنقول يوم 13 يعني تقريباً. حتى الاهلي نفسه 29 و30 هيختار يوم 30. تمام الترجي 12 يدي مساحه بقى ان هو بيدي مساحه لفرقتك. اصل انت مثلا الترجي مثلا هو دلوقتي عنده لعيبه مصابه وطالع من اجهاد لعب كم ماتش ورا بعض، هو اي جهاز فني كده. الاهلي كان مستر كولر كان ماتش الهلال كان عندك يوم 31 او يوم 1 ابريل، اخترت 1 ابريل. الماتش اللي بعده بتاع الرجاء كان عندك يوم ويوم، انت اخترت اليوم الاخير عشان تدي حتى ال 24 راحه ساعه استشفاء بتديها للعيبه. حلو جدا. الماتش ده لو هنقول ان هو خلاص الاهلي والترجي يوم 13 ان شاء الله، بعد كده العوده في القاهره، هل النقطة بقى اللي تهمني بعد طبعا أحداث الشغب الأخيرة، هل هيكون في يعني جماهير ولا تتوقع عدم وجود جماهير؟ هيتم حرمان الجماهير؟ خلينا هتفرق برضه، خلينا طبعا تفرق جامد جدا. خلينا بصراحة إن الكاف من وقت رحيل عيسى حياته الكاميروني ما بقيش ليه ثوابت معينة تقدر تمسكيها. يعني كان وقت الكاميروني عيسى حياته في رولز، في قواعد ولوائح بتطبق. من وقت مقر الكاف، مش المقر، روح الكاف اتاخدت بره مصر وبقى المقر كمبنى، وبقى الكاف بيدار من بره مصر، والامور ملهاش معايير، بقى حسب توازنات وحسب مين قوي ومين مؤثر ومين مش مؤثر. يعني هديك مثال، الجزائر والمغرب مقدمين لاستضافه بطوله امم افريقيا 2025، معروف قوه فوز الاقجع رئيس الاتحاد المغربي طب. في الكاف، فبالتالي خلاص نظريا المغرب بقت قريب. طيب على اساس ايه اخترت المغرب؟ ما تعرفيش. فهنا الموضوع بيخضع لجزئيه، هل وديع الجري مثلا رئيس الاتحاد التونسي ده راجل قوي جدا عضو مكتب التنفيذي للكاف ممكن يتدخل، لكن لو بتتكلم على لوائح ووقائع لا، المفروض ما يبقاش في جماهير بعد الاحداث الاخيره. طبعا ده يحرم الجماهير بشكل، ده في فيديو موثق، فيديو موثق، واحد واخد قاطع كهربي قطع بيه السور الحديدي، قاطع كهربي قطع بيه السور الحديدي وانشار بالكهرباء، انشار كهرباء. يعني انت عارف حضرتك السور الحديدي الفاصل ما بين الملعب ما بين الجماهير اتقطع واتفتح، ممكن وكان بيعمل ده وجنب منه في نار ايده اوريدي، في حاجات مولعه في الارض. الصحافه الايطاليه كانت عامله تقرير امبارح عن القصه دي وقالت ان جماهير الترج كانت لديها نيه في دخول الملعب بدليل ان هم المنشار الكهرباء ده قطع. ومع هذا التصريح اللي كان صادر عن وزاره الداخليه في تونس كان بيتكلم عن منع دخول اي جماهير دون سن ال 18، مش منع دخول اي جماهير ونقطه. مظبوط، يعني معنى كده ان المفروض هيبقى فيه برضه جمهور ولكن مزبوط. اكبر من 18. القرار اتاخد بسبب مباراه ما بين الملعب التونسي فريق الملعب، على فكره عشان بس الناس تبقى فاهمه، الشغب بتاع الجماهير ده ما كانش مرتبط بالماتش الاخير بس، اللي متابع الكره التونسيه كويس واضح ان حضرتك متابع ان كان في كذا ماتش قبلها كان في اعتداء على حافله او اتوبيس فريق الصفاقسي، كان في مباراه ما بين الافريقي والصفاقسي، كان في مباراه ما بين الصفاقسي والملعب التونسي. الواقعة اللي حضرتك بتتكلم عليها دي بتاعت الماتش الصفاقسي والملعب التونسي. بعد الواقعه دي وزاره الداخليه هناك طلعت قرار قالت ان محدش يدخل ملعب اقل من 18 سنه. فالشغب هناك ودخول الجماهير والكلام ده كله ده مش مرتبط بماتش الترجي بس، ولا الشغب مرتبط بسن 18 يعني، فاهم؟ هو حمايه يمكن هو قواعد معينه. اصل انا مثلا دلوقتي خلينا في مصر هنا،
تحت ال 16 مثلا ما بيطلعلوش بطاقه. انا عشان مثلا ادخلك ملعب هعرف اجيب بيانات حضرتك ازاي لو انت عملت شغب عشان تسجل على طب. على الاكونت بتاع الشركه المسؤوله عن الماتشات دي. انت حضرتك مثلا لازم يكون عندك حاجات بيانات. طب انت اللي لسه ما تمتش السن القانوني فما طلعتش جواز سفر ما طلعتش بطاقه شخصيه فبالتالي انت مش عارف اجيبك. فاعتقد انا وجهه نظري انا ما اعرفش يعني الحته دي ما دخلتش فيها قوي ان تحت سن ال 18 ممكن يكون هم عندهم ما تعرفش تطلع اي دي مثلا فمفيش مش عارف اوصل لك. فعشان كده هو بيحددها. وعلى فكره انا في مصر حتى لو ابن حضرتك مثلا انت بتسجله على اسمك يعني على الاكونت بتاع الشركه المسؤوله بتسجل على اسمك عشان سهل جدا ان انت يجيبك، سهل جدا ان انت لو حصلت اي مشكله بيجيب الوالد. فهي موضوع لو انت بتتكلم على لوائح ونظم وقواعد هو الكاف احال الموضوع لجنه الانضباط. ولجنه الانضباط المفروض الثلاث اللي جايه على ما اعتقد في اجتماع والموضوع على فكره برضو ماتش الرجاء نفس القصه الدخول بتاع الرجاء الماتش الاهلي والرجاء التدافع الجماهيري ده برضه هيتحقق فيه من قبل الكاف نفس الموضوع برضه. بس ده ما يهمناش قوي يعني لان احنا خلاص عندنا الماتش. لكن هيتناقش بس هل لو طبقوا القواعد مليون في المية بس مش هيتنقل الماتش. يعني سيقام في ملعب رادس بس سيقام بدون جمهور. بس الكلام ده لو طبق هو ممكن دلوقتي الضغوط من هناك ان الماتش يتلعب يعني بجمهور بس يبقى فيه غرامة مالية. واحنا للأسف عندنا عضو مكتب تنفيذي في الكاف ما استاذ عبد الحكيم عارف لا ما بيعملش حاجه ما اصل ده مش منطقي يعني انت ايوه لا يعني بص اصل دور من دور من ضمن القوى الناعمه للبلد ان انت بتجهز كوادر يفيدوك في المناصب الدوليه طبعا. يعني دكتور حسن مصطفى ما فيش حد يعني عنده اقل درجه من الذكاء يقدر ينكر دور الراجل ده في كره اليد المصريه وفي الرياضه المصريه. شوفوا كم البطولات كاس عالم على مستوى الشباب والكبار اللي استضافتها مصر. شوف تقدم كره اليد في مصر شكله ازاي. الراجل لو الزمالك اي نادي طلب منه مثلا يعمل له كونتاكت بمدرب معين في ثانيه رغم ان ده رئيس اتحاد دولي وكل ده والراجل بيشتغل مفيش مشكله واحده تلاقيها كره اليد هناك خالص. تعال بص الوضع في كره القدم. الوضع في كره القدم كارثي واحنا عندنا واحد انت بتعاقب من الكاف وبتتحرم من الجماهير وبيجي عليك عقوبات ماليه انديه ومنتخبات بالمناسبه. احنا ماتش السنغال ما خدناش حقنا. انت المنتخب اللي حصل معاه في السنغال في داكار لو في اي حد تاني شوف فوزي الاقجع بيعمل ايه. فوزي الاقجع بيشتغل على الانديه بتاعته بشكل رهيب. يعني فوزي الاقجع مثلا وعلى فكره الراجل ده يقدر يعني احنا مش معنى ان احنا الراجل بيشتغل انديته نقول ده لا بالعكس يعني ما هو دوره كده يعني هو ما بيحبش الرجاء والناس كلها عارفه فريق الرجاء ما بيحبوش كان واقف معاهم في موضوع الاهلي. وعلى فكره مش هيطلع عقوبات جامده جدا على الرجاء بسبب الحادثه اللي حصلت دي. ليه بقى؟ عشان فوزي الاقجع. معقوله؟ اه طبعا كداعم ليهم يعني كداعم ليهم طبعا. اه بس ده مش هيبقى الافضل يعني مش ده الصح قوي برضه في حاله خسائر. ما هو انا بقول لحضرتك يعني. انا بقول لحضرتك ان الكاف دلوقتي ما بقاش بيدار باللوائح بيدار بقوه الاشخاص. قوه الاشخاص مين؟ دلوقتي المؤثرين في الكاف مين؟ فوزي الاقجع وديع الجريء اللي هو رئيس الاتحاد التونسي وعضو المكتب التنفيذي للكاف. لكن احنا ما ربنا يتولى. احنا اتكلمنا دلوقتي عن ملابسات الماتشين ما بين الاهلي والترجي والحضور الجماهيري من عدمه الى اخره. تعال نتكلم بقى فنيات شويه يعني رؤيتك وتوقعاتك لماتش الذهاب بصفه خاصه لانه اكيد هيبقى برضه شديد الحساسيه فكره ان انت على ارض المنافس وسط جمهوره الى اخره. فشايف فنيا الدنيا هتكون ماشيه ازاي؟ تعال نتفق يا استاذ كريم ان الاربع انديه او الاربع فرق اللي تاهلت لنصف النهائي هم انديه الصفوه في افريقيا. يعني كان الاهلي ترجي سان داونز الوداد هم متفقين دول افضل اربع فرق حاليا شيء بدليل ان هم دول الاسماء الاربعه اللي بتتردد مع انطلاق اصلا فعاليات البطوله. ودول الاربعه لو انت جبت اخر ست سبع نسخ هتلاقي الاربعه دول موجودين معاك او ثلاثه منهم موجودين معاك في المربع الذهبي في اخر ست سبع نسخ. صحيح يعني هتلاقيهم موجودين. وبص الفاينل هتلاقي الاربعه دول طرف منهم في الست سبع نسخ الاخيره هتلاقي واحد منهم موجود. طبعا مباراه الاهلي والترجي على وجه التحديد بمناسبه يعني الاهلي والترجي بينهم علاقات قويه جدا على المستوى الجماهيري قبل المستوى الرسمي. يعني في موضوع حادثه بورسعيد جماهير الترجي تضامنت مع نادي الاهلي ورفعت لافته هناك في بعد جماهير الترجي والاهلي بينهم علاقه كويسه جدا. فجزئيه حتى لو الشغب ده مش هيكون مؤثر مع فريق الاهلي على فكره بس هو شغب بينهم ما بين الامن عندهم مش ما يخص فريق الاهلي. فنيا كل مباراه انت بتتعامل معاها طبقا بمعايير معينه. في بعض الناس حاليا دلوقتي وللاسف من جوه مصر واحنا دلوقتي حاجه بقت اخر ثلاث سنين يعني وحتى فيهم لحظه بقت غريبه لما الدنيا هديت وفي تعليمات ما حدش يتكلم تلاحظ ان ماتش الاهلي والرجاء عدى على مستوى الشحن الجماهيري هادي مفيش مشكله فيه. في ناس كانت بتدخل بينك ما بين انديه ثانيه عشان تعمل لك شحن جماهيري. لكن الامور ان شاء الله فنيا انا شايف ان المباراه لازم تشتغل على جزئيه ان الترجي فريق كبير جدا عنده غيابات عنده غيابات انت عندك غيابات عندك غيابات انت هتعاني من اجهاد وهو هيعاني من اجهاد. هم عندهم مدرب صف اول نبيل معلول
يعني حد من زي كده مثلا عندنا كابتن حسن شحاته. ايوه اهو ده في قناه الاهلي بنقول مين؟ بن حسن شحاته. وده يدل على ايه؟ حياديه عادي مش مشكله فيها، انا هو من كابتن حسن شحاته. الله علينا يا اهلاويه. يعني هو كابتن حسن شحاته واحد من افضل مدربين في العالم. لا بس دي حقيقه. طبعا طبعا. لا ومحدش يقدر ينكرها على فكره يعني. وكابتن حسن ده راجل محترم جدا بغض النظر عن فكره. وبعيدا عن شخصانه كمان هذا الكيان، الكيان ذات نفسه احنا ما فيش كره قدم من غير ما يكون الاهلي بينافسوا الزمالك، ومن غير ما يكون الزمالك بينافسوا الاهلي، احنا بنتكلم على كيان كبير بطبيعه الحال. والله يا استاذ كريم انا مش عايز اطلع بس من جزئيه السؤال، لو حضرتك رجعت خمس ست سنين لورا ما كنتش تسمع النبره دي. انا فاكر كويس جدا كنت مره بغطي المنتخب في 2008 في بطوله افريقيا، كانت جمله كان كابتن حسن كان اكتر حاجه بتضايقه في المعسكر يقول لك ده فلان فلان لعيب الاهلي، فلان فلان لعيب الزمالك، كان بيتخنق من الجمله دي جدا. انت هنا جوه معسكر المنتخب، انت هنا لاعب منتخب مصر. ايوه طبعا. مفيش حاجه، ما تقوليش مفيش حاجه اسمها اهلي وزمالك. وكابتن حسن ده راجل يعني واحد شئت ام ابيت، واحد من رموش الزمالك، واحد من اهم نجوم الزمالك على مدار طبعًا التاريخ. طبعا ما ينفعش انك تتجاهل الجمله دي. وبرغم كده الراجل اللي كان بيعترف بكلمه لاعب اهلي ولا لاعب زمالك، وكان واخد مثلا واحد زي احمد عبد الملك كان بيلعب في الحرس، كان عبد السلام نجاح فتره، فالراجل كان عامل كوكتيل، وده اللي كان منجحنا على فكره. يعني كان جزء من نجاح الكره المصريه انك لما بتروح للمنتخب ودي محمد صالح اتكلم عنها، الغي جزئيه النادي لما تروح منتخب، وده اللي كان منجحنا. فنرجع لفنيا النادي الاهلي او فريق الاهلي هيعاني طبعا الفتره اللي جايه، لان انت وسط ده كله ان انت هتلعب منافسات، هتلاقي هنا بقى الناس هتجيب لك ماتش. يعني مثلا عايزين يلعبوه من ضمن الحاجات الرائعه يعني بصراحه، انت تعرف النادي الاهلي مثلا حجز له تذاكر العوده امتى من الامارات؟ يوم صباح يوم 7 ماتش 5 صباح يوم 7. طيب انت حضرتك حاجز لي ان انا ارجع يوم 7 وانا حاطط لي ماتش مع حرس الحدود يوم 9 وعايزني اسافر بعد الماتش على طول لتونس، ما دي من ضمن الحاجات. ده مش ممكن اللي تحط عليها علامه استفهام، تعجيز. يعني انا لسه عارف النهارده وانا جاي المعلومه دي ان الاهلي بيحاول يحل مشكله ان يرجع بعد الماتش مباشره عشان تدي فتره راحه للعيبه يوم ان انت تلحق قبل ماتش حرس الحدود. انت عايز ترجعني يوم 7 الصبح، يوم 7 مايو الصبح اتمرن في نفس اليوم، وتاني يوم اتمرن التمرين خفيف وادخل معسكر العب حرس الحدود. فدي جزء هيأثر على ماتش الترجي. قبل ما نتكلم على الفنيات لازم تتكلم عن ان رابطه الانديه لازم تكون متعاونه شويه. يعني ما ينفعش ان انت تحط لي ماتش زي حرس الحدود يوم 9 وانا هلعب يوم 13 ويقول لي اصل الانديه في تونس بتلعب، اصل الانديه. طب صن داونز بقاله كام ماتش ما لعبش؟ وصن داونز ده يعني قوه بدنيه جباره، لعيبته دي ممكن تلعب 7 ماتشات في اليوم ما عندهاش مشكله. طبعا. لكن احنا عندنا اللعيبه مرهقه جدا، لازم تدي راحه. ما ينفعش ماتش الحرس تحطه لي ده بالشكل ده في التوقيت ده. فهو القضيه انك رقم واحد الناس تتضامن مع النادي الاهلي باعتبار مصر الكره المصريه. فنيا الترجي والاهلي مستواهم متقارب، هم معاهم مدرب خبره. وبين قوسين اخذا في الاعتبار الغيابات اللي بتضرب صفوف الترجي، بص الغيابات ولا مش هتكون مؤثره للدرجة. عشان نبقى صراحه، اللاعب الوحيد اللي مؤثر ومش بالقوه، عشان بس احنا هنا عندنا بيبقى مش تضليل، اللي مش بيتابع قوي تلاقي الناس مثلا بتحاول تسوق لك معلومه عشان تبين لك ان الخصم سهل. زي مثلا ناس تقول لك ايه الرجاء ده مش عارف يوصل. ايوه الرجاء ده مش ده اللي كسبك؟ مش ده الرجاء اللي خرج السنه اللي عدت واللي قبلها؟ طب يبقى ايه بس ازاي ضعيف؟ يعني فريق طب ضعيف وصل ازاي دور الثمانيه دوري ابطال افريقيا؟ وكان متصدر مجموعته بالمناسبه يعني. تمام؟ فلما تيجي تقول لي ضعيف، ما هي نفس الموضوع اللي بيحاول يصدر لك فكره ان المصابين من الترجي مؤثرين، لعيبه الترجي كلها ممتازه جدا، مش بنغلط في حد، بس انا بتكلم على تقييم فني. تقييم فني بمعنى لما تيجي تقول لي مين المؤثر في غيابات الترجي هو واحد بس، حمد الهوني الليبي، حمد الهوني الجناح الشمال، مفيش حد تاني مؤثر. محمد علي بن رمضان موجود وجاب جون في الماتش الاخير قدام شباب القبائل، فاهم لاعيبتهم موجوده. اللعيب الوحيد اللي غايب اللي هو قوي ومؤثر في تشكيله الترجي وهيغيب ثلاث اسابيع او اربع ممكن يلحق ماتش العوده هو حمد الهوني بس اللي هو الجناح الشمال. لكن كلاعيبه مؤثره، طب ما انت عندك اكرم توفيق، كريم فؤاد. هو اكرم توفيق ده واحد من اهم العناصر في الكره المصريه بالظبط بالظبط. فهو ده غايب، غايبين مثلا رباط صليبي. فالغيابات عندك وعنده شبه يعني تقريبا متقاربه يعني. متقاربه. بس في ناس هنا من الاعلام مثلا لمجرد انها بتحارب الاهلي تصدر لك صوره، زي ما في ناس كتير بتصدر لك صوره ان الدوري اتحسن، ودي اكبر بيصدروا صور كتير قوي يا استاذ عبد الحكيم، ودي اكبر غلطه ممكن تحصل. لكن كالترجي كفريق، فريق ممتاز جدا، ما نشتغلش على جزئيه ان الاصابات. لا انا شايف ان اللاعب الوحيد المؤثر هو حمد الهوني فقط لا غير. والترجي مميز جدا على الارض وعنده مدرب زي نبيل معلول عارف كل كواليس الكره المصريه. صحيح. هو للاسف الوقت بيجري، كان نفسي نخش في تفاصيل اكتر كمان عن ماتش السوبر، ومش هنقول الكفه الارجح، لكن كنا عايزين نعمل قراءه سريعه لو تقدر في دقيقتين برضو يعني يا ريت. طيب اتفضل.
ماتشات الاهلي والزمالك ملهاش تقييم وملهاش حسابات، ومهما كانت مستوى المنافس او ترتيبك في جدول الدوري، الكلام ده كله تركيني على جنب قدام ماتش الاهلي والزمالك. والتاريخ على فكره يعني يتكلم عن اي حاجه في القصه دي، مش محتاج حد يتكلم. الاهلي والزمالك الفيصل الاعداد النفسي والبدني والجاهزيه والتركيز جوه الملعب، لكن الترشيحات وحته ان الاهلي هو الاجهز فنيا وبدنيا، طبعا هو الاهلي اجهز فنيا وبدنيا، بس مش بفارق كبير عشان نبقى صراحه. لان الزمالك طبعا يمكن كان عنده سوء حظ في بدايه السنه، عندهم مشاكل مش هنتكلم فيها، لكن كفريق لا، الزمالك عنده فريق كويس جدا ولازم النادي يعمل حسابه ان عنده على مستوى العناصر الفرد والجماعي كويسه جدا، عندهم مدرب كويس جدا. الاهلي يمتاز بحته الاستقرار، استقرار الفني، ان انت معاك مدرب جاي من اول موسم شغال معاك، حافظ فرقتك بيشتغل، ما عندكش مشاكل، الحسن التنظيم الاداري ده اللي مخليك هتتفوق في الملعب. ويبقى التركيز والتفوق، التركيز وان انت مجهود اللعيبه في الملعب والتوفيق في المباراه دي. شوف كنا بنتكلم من شويه على فكره تلاحم المباريات وكذا، واحنا بنتكلم دلوقتي في صور اهو للفريق النادي الاهلي في المطار، وتحس ان النادي الاهلي الفريق بتاعه يعني بيقضي اوقاته الاطول في المطارات اكتر ما بيقعد في الملاعب او في المعسكرات. الكلمه يعني دي قالها كابتن من هنا على هنا على هنا، فربنا يعينهم، فعلا مهمه مش سهله. محمد الشناوي قال الكلمه دي على فكره مره، قال لك ان احنا بنقضي يعني بنقعد في المطارات وفي الطيارات وفي الرحلات وقت طويل جدا، ممكن لو حسبته بالايام نوصل مثلا حوالي شهرين في السنه. يعني لو حسبت مره قال التصريح ده، قال لك ممكن نقعد شهرين. فطبعا لما تيجي تبص جايين من المغرب طالعين على الامارات، هترجع من الامارات يوم والتاني تطلع على تونس، تقعد اربع ايام وترجع بعديها بقى، لو بقالنا كتير على هذا الحال. مواسم ده انت كنت في الاول بتروح اليابان، دلوقتي برضه كاس عالم الانديه. طب الحمد لله. ده احنا في اليابان مره رحنا خدنا 17 ساعه سفر، نزلنا ابو ظبي تمام الامارات، وبعد كده خدنا مثلا 12 ساعه تاني الامارات، كنت بتقعد 17 ساعه وساعتين قبل وساعتين بعد طبعا. فكان يوم كامل بتروح. دلوقتي الامور اخف، الامارات والمغرب ان شاء الله خير على كل حال، ونسعد يعني يوم الجمعه اللي جاي باذن الله، وطبعا بفوز النادي الاهلي. لكن اكيد تغطيتنا مستمره مع حضراتكم في 10 الصبح في الاهلي وعلى قناه الاهلي حتى هذه المباراه. يعني نورتنا استاذ عبد الحكيم، اشكرك جدا بجد. ربنا يخليك، شرف ليا والله. احنا شرفنا بوجودك، وان شاء الله نشوفك على خير قريب باذن الله. واكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان في العالم على حسن المتابعه. ان شاء الله يتجدد اللقاء بكره وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل.